السلام عليكم اخوة، اليوم كنشوفوا السوق راه يوم احد الشهر تاع الكرار. اللهم بارك. اش من لي مارك انا اخي؟ خويا كاين فايو فايو جاسب احمر هادشي كاين ليه زويجه اوبال موتيه. انا عطيني كل بياسه بثمن ديالها. المهم كاين اوبال زويجه 2100 درهم. 100 درهم الفايو هذا الموتور ديالو 400 درهم. جاسب احمر 200 درهم الحبه. اللهم بارك تبارك الله. السلام عليكم. 400 درهم الحبه. 2021 400 درهم البياسة. 400 درهم البياسة. 400 درهم البياسة. عطيني النمرة اللي بغيت تواصل معاك. 06 60 30 41 13. ودحات اخويا اللي بغا يشوف البياسة شحال يتواصل معاهم. نشكروك اخي. مرحبا على الراس العين. تبارك الله البياسة تحيينا. الله يسخر اخي. السلام عليكم اخويا، اليوم كنشوفوا السوق العام. الله يبارك فيك. 17 الثمن ديالو هذا شحال؟ السلام عليكم اخوان، اليوم كانت والو في السوق راه يوم احد او الشهر تاع كالوبسيش. اللهم بارك. تكر ولا نشوف كالوبسيش؟ تكر. الثمن البيع ديالو شحال؟ ماشي البيع. مش اخذي شي؟ 200 درهم. اللهم بارك. وديزان سيبارا واش خديتي البياسة؟ 25 فرانك جوج 950 درهم واش خداهم السيد. الله يسخر لك اخي. السلام عليكم اخويا، اليوم كنشوفوا في السوق راه يوم حد الشهر تاع الحس. اللهم بارك. اورا شنو المرقد اخي؟ رازيلا. شحال شي ما تذكر هنايا؟ 100 شي ما اخوان 100 درهم. عطاني النمرة اللي بغيت تصل بيها. الله يسخر اخويا. الله يحفظك. السلام عليكم اخوان، اليوم كانت شواجه في السوق راه يوم احد الشعر تاع الكناري. اللهم بارك. شنابر اخي؟ شنابر اخويا. ثمن البيع ديال الواحد؟ ثمن زوين الفرير. الفرير انا ب 70 درهم دابا الفرير. ثمن مناسب. ثمن مناسب عند كوالا كاما خوكم دريس. والنمره 06 91 10 28 13. اخوان بغا شي بياسه يتواصل معاهم. ولا كان شوف اخوان بيات. السلام عليكم اخوان، اليوم كنشوفوا في السوق راه يوم الاحد الشهر تاع الكرار. اللهم بارك. شنابر اخوان شحال عندهم هذو الشهر؟ شهر واحد وشهر ثلاثة. تبارك الله سلعة نقية. اللهم بارك. شحال تلام هذا الشنبور هنايا؟ 80 درهم الاخوان. خير موجود تبارك الله. عطيني النمرة اللي بغيت تواصل معاك. 06 60 02 46 37. اخوان اللي بغا شي بياسة ولا شي حاجة يتواصل معاهم مولا. شنايبرا تبارك الله زوينين. اللهم بارك. الله يسخر لك اخي. الله يحفظك. السلام عليكم اخوان، اليوم كنشوفوا في السوق راه يوم احد الشهر تاع الكناري موزايك. اللهم بارك. تكر ولا شوال؟ تكر. واش الخدمة؟ الثمن البيع ديالو شحال؟ 350 درهم الاخوان. وهذا اخي ريسيسيف هذاك؟ ريسيسيف؟ اللهم بارك. ريسيسيف الثمن ديال البيع ديالو شحال هذا؟ 400 درهم الاخوان. اللهم بارك. كاملين تبارك الله. وهذا اخي؟ شنو هي براه؟ شحال عندهم تقريبا؟
3 شهور 4 شهور. كم هاش النبور هنايا؟ 330 درهم اخوان. اللهم زوين السلعه نقيه شبارك الله. هاد الكرب حنا شوف السلعه شبارك الله اللهم بارك. 350 درهم. السلام عليكم اخوان. ما كنشوفوا في السوق راه عندهم احد الشجار تاع الحصون. اور اللهم بارك سيف وطن. تاخذي شو اخذ البياسه؟ 120. ايوا 20 درهم اخوان. تبارك الله. السلام عليكم اخوان. وما كانش والو في السوق رائعه يوم احد الشعر طاير هجي. اللهم بارك. شحال الثمن ديالو؟ 800. 800 درهم اخوان. شحال عنده هذا في قفص؟ عنده 9 شهور. 9 شهور اخوان. شحال اخويا ادريس هذا؟ 800. عطيني نمرة التليفون اللي بغيت تواصل معاه. 06 34 82. شحال؟ 82 23 14 اخوان اللي بغيت تواصل معاه مولا. الله يحفظك. الله يبارك. الله يبارك. تحية. تحية وجدانية. تحية وجدانية. والله ما بارك. هذا راه ستيب باد ديال الحفاظ. كم انا خويا رشيد على شحال؟ 150 درهم خويا المور. 150 درهم. شنو المرق داير؟ عندنا واحد ديال شيشاوه وتاروته. شيشاوه وتاروته. لا والله ما كاين. ها هو سيدي. خويا العزيز بخير هاني. السلام عليكم اخواني. وما كانش والو في السوق راه يوم احد. الشعر طاير حسبي الله ونعم الوكيل. صدر ولا قرع؟ قريع. قريع ودعم. فيش كلام زوين؟ كلام زوين. حفاضه ولا كلام ديال الطبيعه؟ كلام ديال الحفاضه. كلام ديال الحفاضه. شحال الثمن اللي بيع ديالو؟ شحال؟ الثمن ديال 600 درهم اخوان. اخوان امولا ما يعطيكم النمره واللي بغا شحال يتواصل معاه يلحقوا فيديوهات في الواتساب ديالو. عطيني النمره اللي بغيت تواصل معاك. 06 90 98 32 83 خوان اللي بغا شحال يتواصل. ولكن واحد الفات هو تايسمعها كيجبو الثمن راه تفاعل كاينش الموش. الله يسخر اخويا. طاير صحيح ناضي كيشوف كلم غنتفاهمو ان شاء الله. اخوان بغا شحال يتواصل معاهم الوالد يحكم فيديوهات في الواتساب. الله يسخر اخويا. تبارك الله عليك. السلام عليكم الاخوان. وما كانش والو في السوق العاق يوم احد. الشعر تاع الكناري اللهم بارك. تقولوا صدر دكار ولا نشوى؟ نشوى. الثمن البيع ديالها شحال هذي؟ 350 درهم. البيضين عاديين ياك؟ الثمن ديالهم شنابر؟ 100 درهم الشنبور اخوان اللهم بارك. سلعة جبارة. وهذا اخي شاو كامل واجدي. كما نشوانا 150 درهم اخوان. شنو هادي الخدمه؟ وادو اخي كورا واجدي شنو؟ كما البيع 200 درهم. 200 درهم كورا 200 درهم. نشاوي 150 درهم. اعطيني النمره اللي بغيت تواصل معاك. 06 64 05 20. اخوان اللي بغا شي بياس واش عليه شي واصل معاه. نشكروك. السلام عليكم اخوان. وما كانش والو السوق راه شتي الحكوميه الله يبارك. شحال الثمن البيع ديالها تاع الشهاده؟ 150 درهم. وضع اخوان ولا تسمعوا قامت شحال الثمن ديال الهنا هذا السمان؟ 100 درهم عش في 4.
السلام عليكم اخواني، ما كانت شوارع في السوق راهي واحد الشاطع الشحوني، اللهم بارك. شحال عندها ذي في قفز؟ 4 سنين. الثمن البيع ديالها شحال؟ الثمن اخوان 1000 درهم. والطعر وطواط شحال عنده شي هو؟ ما فيش البيع هذا. اللهم بارك. السلام عليكم اخوان، اليوم كنشوفوا في السوق راه اليوم احد الشاطع الهزار، اللهم بارك. شحال عنده في القفز؟ شحال عنده في القفز؟ عام عنده اخوان عام. الثمن البيع ديالو شحال؟ الثمن اخوان 300 درهم. الله يسخر المولى. اخوان عشاق طائر هجين سمريس الكناري، اللهم بارك. ليداش الثمن البيع ديالهم شحال هذا؟ هذا خويا 100 درهم الواحد. 100 درهم الواحد اخوان. ليدات ديال السمريس او طائر البسبوس مع عشاق الكناري. ميسو ديال السمريس. ميسو ديال السمريس. الله يسخر اخي. السلام عليكم اخوان، اليوم كانت واجد في السوق قريعه. اليوم احد عشاق طائر بيو او بالدارجه المغربيه طائر النهار، اللهم بارك. شحال عنده اخويا هذا؟ عندي شعويه اخويا. عام عنده عاش قريبا شي عام. الثمن البيع ديالو شحال هذا؟ 150 درهم. الثمن اخوان 150. اما شي واجد الكناري اللي يخدم بسيطة اخوان. الثمن نتوى شحال هنايا؟ 120 درهم. 120 درهم نتوى اخوان. معمر بخدامين اول عام. خدامين سنابر. ثاني النمرة اخي اللي بغيت تواصل معاك. 0693 97 77 99. اللي بغا شحال تواصل مع مولا. الله يحفظك خويا. مرحبا. بارك الله فيك. السلام عليكم اخوان عشاق طائر حسن، اللهم بارك. اصدار القرعة هذا يا سيدي؟ اصدار على 3 سنين. اللهم بارك. كلم. الثمن البيع ديالو شحال هذا؟ 500 درهم. الثمن ديالو 500 درهم اخويا. تبارك الله صدر مليح. تحية ويدي. السلام عليكم اخوان، اليوم كانت والو في السوق ريعة. اليوم احد عشاق طائر الكناري، اللهم بارك. شناور اخوان. حاج قريبا عندهم من؟ شهر واحد. من شهر واحد. جمال بياس انا شحال؟ ها؟ 70 درهم اخوان البياس. شناور. وهذا اخي؟ 90 درهم كبار. شاود كبار بحال بحال، جمال واحد. وهذا اخي؟ ها؟ 180 درهم، بحال الذكر بحال النشوة، واجدين، 180 درهم الحين، اللهم بارك، تبارك الله وشوف، وهذا أخي، 100 درهم شنابة، بحال الذكر بحال النشوة، 100 درهم الحين، تعطيني النمرة بغيت تواصل معاك، 06 82 68 72 3 3 و 8 اخواني باش يبيع سوا شي حاجه تواصل معهم. السلام عليكم اخواني، وما كانش والو في السوق راه اليوم احد عشاء طائر الكناري فايو هذاك 2022 يعني شنابر. شمالو البياسه انا شحال؟ 400 درهم. وادو اخي هادو اخوان 600 درهم كوكلا، يعني واجدين يا سيدي بلاطا 600 درهم واجدين خدمه يا سيدي واجدين اخوان. اللهم بارك. عطيني النمرة اخي 06 66 51 23 54 اخواني بغا شي بياسة تواصل معاهم. كنشكروك. السلام عليكم اخواني، اليوم كانت والو في السوق ريعة. اليوم احد الشاطع طائر الكناري، اللهم بارك. الصحة شبارك الله. شمن لي مارك هنايا؟
كوبله ديال الموسيقى 600 درهم كوبله كوره كتشميه الشامبور ديال ريك فاكتر 250 شنو 500 درهم هذا ياك كوبله ديال الفايو 600 درهم كاير ديال البورتور ديال الساشيني شنو 50 كوكو ديال الرازا 400 درهم الله يبارك فيك تبارك الله عطيني النمره خويا ياسين 06 90 36 49 02 تحيه ودانيه اشوف الاخوان سلعه شباركه واش حريت تواصل مع مول الاخوان